هنتابع الكلام في شابتر الشابتر الثاني من مقرر العلوم العامه الموضوع الثاني في هذا الشابتر الموجات الاهداف بعد دراستك للموضوع ده المفروض تكون قادر على انك تقدر تقارن بين الموجات الطوليه والمستعرضه تستنتج خصائص الموجات نشاط تنفيذه يتطلب الاجابه عن السؤال التالي ماذا يقصد بالموجات وما هي طبيعتها ايه هي الموجات وما هي طبيعتها مفهوم الموجات الموجات تنقسم الموجات حسب شكل الازاحه بالنسبه لانتشارها الى نوعين اثنين الموجات لها وسط بتنتشر فيه ازاحتها للوسط ده وشكل ازاحتها ليه تنقسم نوع... الى نوعين اثنين الموجات المستعرضه والموجات الطوليه الموجات المستعرضه تتكون من قمم وقيعان. الموجات المسرعه تتكون من قمم وقيعان. إزاحة الوسط بيكون عمودي على اتجاه انتشار الموجة. من أمثلة هذه الموجات، الموجات الكهرومغناطيسية الضوء. الموجات الطولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات. إزاحة الوسط بيكون في نفس اتجاه انتشار الموجة. انتشار الموجة. من أمثلة هذه الموجات الطولية الموجات الصوتية طيب سؤال تاني ما الفرق بين الطول الموجي وسعة الموجة العناصر الأساسية للموجات للموجات عناصر أساسية لازم نكون عارفينها أو ومحدد أول عنصر من اسمه الطول الموجي والطول الموجي إيه هو هي المسافة بين أدي الموجة المسافة بين قمتين متتاليتين اسمها الطول الموجي أو بين قاعين متتاليين اسمهم الطول الموجي وحدة قياس الطول الموجي المتر التردد هو عدد الذبذبات في الثانية الواحدة أو مقدار تكرار الموجة الواحدة ذات طول الموجي واحد في زمن معين. وعد القياسة الهرتز. نتابع العناصر الأساسية للموجة، خدنا الطول الموجي والتردد، في حاجة اسمها سرعة الموجة. سرعة الموجة ناتج ضرب التردد في الطول الموجي. السعة هي أقصى إزاحة تصل تحدثها الموجة، يعني الموجة تتحرك تطلع وتنزل لها مستويات مختلفة. هذا المستوى أعلى مستوى توصل اسمه ساعة الموجة. نشاط ثاني في سؤال محتاج نفكر فيه ونبحث عنه إجابة، ما هو الفرق بين الانكسار والانعكاس في الموجات؟ الانكسار تغيير في مسار الموجة عندما تنتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة. تنتقل بين الهواء والمية، فهذه الموجة تغير مسارها فقط. الانعكاس هو ارتداد الموجة مرة ثانية على نفسها عند اصطدامها بسطح عاكس. الحيود هو عند اصطدام الموجة بعائق فانه يتسبب هذا العائق انحراف في المسار يعني في الانحراف في المسار في الانعكاس في الانكسار طيب خصائص الموجات بقى الموجات لها اكثر من خاصيه التداخل التداخل يحدث بين الموجات التي لها نفس التي لها نفس لها نفس المصدر وتكون متقاربه في التردد وتكون التد... التداخل يحدث بين الموجات التي لها مصدر واحد وتكون متقاربه في التردد. وقد يكون هدام وبناء، هدام ان الموجات تضعف كل منهما الاخرى. ويحدث ذلك عندما يكون ايه؟ الموجات مختلفه في الطور بين فرق طور 180 درجه. البناء الموجتين يعزز كل منهم الاخر. وتنتج موجه جديده مضاعفه السعه، ويحدث ذلك عندما تكون الموجتين المتداخلتين لهم نفس الطور. هذه الموجات وعندنا موجه ثانيه اهي ده هيعمل لي تداخل هدام مختلفين في الطور الموجه تحت في في قاع الثانيه فيها قمه بينما التداخل البناء موجه طالعه ونازله ومعها موجه ثانيه نفس القصه طالعه ونازله دي طالعه لا نفس القمم والقاع بيحدث بينهم ايه تداخل بناء الاستقطاب وهو من اهم الموجات المستعرضه وهو لا يحدث في الموجات الطوليه وهو تحويل الموجات الغير منظمة، والتي تنتشر في جميع الاتجاهات، إلى موجات منط... منتظمة تتذبذب في اتجاه واحد فقط، عمودي على مسارها. اكتب تقريرًا عما تعلمت من هذا الموضوع.